لو الحكاية فيها إن فيتو. يعني إيه روتين؟ روتين؟ يعني الحاجات النمطية العادية دي، الورق ونديل دي واختم دي وهدي وهدي دي. طب احكي لنا على موقف روتيني حصل معاك. هي بروح أرخص عربيتي في المرور، يقول لي انزل صور البطاقة، اطلع لا الصورة مش باينة، ارجع تاني صور لي دي، بيدوخوا الناس يعني. تفسير حضرتك يعني ان انا اروح اي مصلحه حكوميه والسهل بيصعبوه، ممكن يدوخوني على ورقه على حاجه ملهاش اي لازمه كده يعني، في كل حته، في المرور، في الشهر العقاري، في اي مصلحه، في الجوازات، حاجات كلها عبيطه الموظف بيتلكك عليها، وكان في ايدينا هو يمشيها، بس هو لازم يتعب المواطن. هو ده الروتين ده عقده حياه المصريين. طب شايف ايه السبب اللي يخلي فيه روتين في حياتك؟ روتين عشان القوانين كلها قديمه رجعيه، ايه ده اللي يخلي الروتين؟ لما الدول الاوروبيه ما فيش الكلام ده، العمليه سهله يعني سلسه، التعامل سلس وسهل، انما مصر هنا معلش الروتين ده بيخلق الرشوه. قول لنا على موقف كده. لا هي مواقف كثيره بصراحه، مش فاكر منها حاجه، بس هي حاجات كثيره. والله روتين هو الواحد لما بيروح مصلحه وبيبقى عايز يخلص، حتى ممكن يقول لي هات الورقه الفلانيه، هات لي هات، بيعطلني. ممكن هو الموظف يعني يساعدني بالنسبه لواحد سن كبير. انا مره يعني كنت عايز اروح اعمل معاش، لان انا ما عنديش معاش خالص، ورحت وخدت الورق ورحت عشان اعمل معاش، فالموظفه قالت لي لازم 65 سنه تيجي نعمل لك معاش، يا اما تكون عندك سرطان او عندك مرض وحش. انا خفت رحت ماشي على طول. فطبعا انا عشان 65 سنه اروح اعمل معاش يعني يكون موت، يكون اروح لها بقى على عكاز، ولما اصرف ال 65 الفلوس اللي هاخدها بعد 65 سنه هصرفها امتى بعد كده؟ يعني هعيش كام سنه بعد كده بعد ال 65؟ ففي حاجات كده يعني مش هي، ما يعملوها ل 60 سنه والموظف يساعدني او المدير بتاعه يساعدني. لا بتقول لي يعني لازم يعني يكون عندك سرطان، لازم يكون عندك شلل. طب انا هعي نفسي، ممكن اروح اعمل لك بقى روشتات وحاجات من عند الدكاتره، اضحك على نفسي واضحك على ربنا وابقى كذاب عشان اخد معاش؟ طبعا ده ما يرضيش ربنا يعني. يعني الروتين عبارة عن نظام، بس نظام بطيء، يعني نظام عمل، بس نظام عمل بيخضع للائحة وبيخضع للقانون وبيخضع، وفي بعض الأعمال مش بالضرورة أنها تخضع للائحة ولا للقانون، يعني عايزة نوع من السرعة. فالروتين في بعض الأوقات لو اللي ماسكه مش متفاهم بيعطل العمل. طب قول لنا موقف روتيني كده حصل معاك. يعني موقف روتيني في استمارة ما انت عايز تعملها مثلا في جهة حكومية، وهو يقول لك استنى الموظف لما يجي، مع ان ممكن يكون في موظف بديل لازم يعمل، يقول لك لازم الموظف المختص، لازم في كل جهة عمل ما يبقاش في موظف مختص، لازم يبقى في موظف واثنين وثلاثة. قول لنا يعني ايه روتين؟ يعني ايه روتين؟ يعني ايه روتين؟ يعني مصالح، يعني عامل مصلحة مثلا او حاجة. حصل معاكي موقف روتيني قبل كده؟ كتيره. طب قول لنا واحد منهم. اي في الحكومه اي مصلحه تلاقيها معقده من غير ما تمشي، بس مصلحه بتمشي عند الحكومه. حضرتك عامله روتين؟ يعني لما بروح اعمل اي ورقه من اي مصلحه لازم يقول لي لا تعالي بكره، لا الورقه دي مش هي، انت مثلا ورقه غيرها، بيسالوا خلاص قصه كل شيء الحاجه في نفس اليوم يعني. وساعات عم بتحايل عليهم، يعني اقول لهم انا ست كبيره ما بقدرش اركب مواصلات واروح واجي ومواصلات صعبة عليا وكده. لا هم ما بيقولي لمين يعني، هم كأنه هم بيحكموك يعني، كل اللي ماسك سلطة في البلد دي هو اللي ماسك كل حاجة يعني. صدقيني ما فيش حاجة سهلة بقت بيعملوها أبدا يعني. حتى المعاش لما أنا جوزي توفى وبروح بعمل ورق المعاش بيدوخني عليه يعني، بقاله تالت شهر دوت، وتقولي لا بتعالي اسألي بعد شهر، تعالي اسألي بعد شهر. طب أنا محتاجة إيه؟ لا بتقولي لمين يعني، تقول لك لا هو ده شغلنا يعني. حتى مديرة الشؤون عندنا يعني صعبة يعني، ما بتعملش حاجة بسهولة كده يعني. لو قصت حتى بحث عشان أروح أقدمه في مكان ولا حاجة، لا لا صعب على ما يعملوا لك أي حاجة يعني، ما تلاقيش حد يساعدك في البلد دي خالص. وهي العيشة فعلا بقت صعبة والله يا بنتي، مش عارفين نعمل إيه بالظبط.